وأعظم من ذلك عباد الله أن نعلم أنهم متغيظون جدا من بلادنا هذه اليمنية التي أثنى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وفي زيادة يحسنها جماعة من أهل العلم عند أحمد وغيره قال: وإني لأجد نفس ربكم من قبل أهل اليمن، وإني لأجد نفس ربكم من قبل أهل اليمن. فسره العلماء أن نصر هذا الدين على مر الزمان يكون من قبل أهل اليمن، ومن تأمل تاريخ أهل اليمن وجدهم أنهم أنصار الله وأنصار جند الله وأنصار دين الله على مر التاريخ. فالمهاجرون والأنصار فيهم الكثير من أهل اليمن، بل الأنصار خاصة الذين فيهم الأوس والخزرج فأصولهم من أهل اليمن. وما جاء الله بعد ذلك ببعض أهل اليمن من أهل الهجرة الأولى وأهل الهجرة الثانية كالأشعريين وغيرهم نصر الله عز وجل بهم الدين. وفي عهد الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام لا يزال نصر هذا الدين من قبل أهل اليمن، ينصر الله عز وجل به الإسلام والمسلمين في عهد أبي بكر في حروب الردة، وهكذا في عهد عمر رضي الله عنه وتلك الفتوحات الإسلامية، وفي عهد عثمان وما شرق فيه وغرب حتى فتح للإسلام ما لم يفتح لغيره، وبعد ذلك في عهد علي رضي الله عنه، وبعده في الدولة العباسية الأولى والثانية والدولة الأموية قبل ذلك، وحتى زماننا هذا. فإنك إذا تأملت إلى معاقل العلم ودورها في بلادنا اليمنية لا تكاد ترى لها نظير في الدنيا كلها، فقد أخرجت الحفاظ والقراء والدعاة والعلماء فنفع الله بهم في مشارق الأرض ومغاربها، فلا تكاد تجد بلداً من البلاد إلا وفيه أحد أولئك القراء أو الحفاظ أو الدعاة أو العلماء، فقد صدر اليمنيون العلماء والدعاة خصوصا في هذا الزمان وفي هذه السنوات الأخيرة بعد دعوة شيخنا الإمام المجدد رحمه الله مقبل ابن هادي الوادعي الذي جدد الله به أمر الدين والسنة في هذه البلاد اليمنية، وقد سبقه علماء كثر جدد الله بهم هذه الدعوة في هذه البلاد كالإمام الشوكاني والصنعاني وابن الوزير وغيرهم. فها نحن نرى آثار هذه الدعوة المباركة حتى صارت دور في مشارق الأرض ومغاربها في بلاد أندونيسيا وشرق آسيا وفي بلاد أوروبا وأمريكا وغير ذلك. فإنك لا تجد بلدا من تلك البلاد إلا وفيها من طلاب هذه المراكز والدور ومن المستفيدين منها مباشرة أو بواسطة ما يغيظ أعداء هذا الدين. فلذلك عباد الله حرص أعداء هذا الدين على المكر بهذه الدعوة المباركة وإيجاد ما يكون به ضعفها ووهنها، ومن ذلك هذا الذي نسمعه من تسليط بعض أهل الأهواء كالرافضة وغيرهم على أهل السنة، فإنهم يريدون بذلك إطفاء نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون.